استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد ستيفن ريتشارد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورنج الفرنسية، وذلك بحضور السيد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالتعاون القائم مع شركة أورنج منذ انطلاق عملها في السوق المصرية منذ أكثر من 20 عام وما تتمتع به من سمعة جيدة لدى المصريين، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون مع الشركة في مختلف المجالات وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي. كما أشار سيادته إلى أن مصر أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، منوها في هذا الصدد إلى افتتاح مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات المصرية.